السيدة انتصار السيسي، سيدات مصر العظيمات، الحضور الكريم، أهلا بحضراتكم في اليوم السنوي للمرأة المصرية، المرأة التي كانت ولا زالت تلعب أدوارا هامة في تشكيل وصياغة حاضر ومستقبل مصر. اسمحوا لي أدعو حضراتكم لمشاهدة عرض مسرحي بعنوان ليلة الورد من بطولة الفنان كريم عفيفي والفنانة مريم سكري ومجموعة من خريجات مركز الإبداع الفني بوزارة الثقافة، ومن تأليف وإخراج المبدع خالد جلال. اتفضل يا سيدي. ده ايه ده؟ ده ايه ده؟ ده كتالوج المتحف فيه أكتر من 1200 شخصية من عظيمات مصر. الله، ده كله صور. صبحي. ايوه يا فندم. انت ما بتعرفش تقرا؟ لا بعرف يا فندم اقرا طبعا. يبقى نبتدي نذاكر يا صبحي. حاضر يا فندم. انت بجد ما تعرفنيش؟ ما احنا بنذاكر اهو يا حضرتك. انا شايفه ان احنا نبتدي دلوقتي. لطفيه اتفضلي. شوف بقى يا صبحي. ايوه يا فندم. دي سهله جدا. لطفيه النادي. اول سيده في مصر وتاني سيده في العالم تقود طياره. تقود ايه؟ طياره. برافو عليك. ودي الاستاذه مفيده عبد الرحمن. اللي اترفعت عنك في الاول، فاكرها؟ ايوه. دي اول امراه مصريه تترافع امام المحاكم المصريه. أيوة. ولو جات لك في الامتحان يا صبحي افتكرها بالروب. ايوه ايوه الروب صح. طب ومين حضرتك؟ يا ابني دي تحيه حليم، واحده من اهم الفنانات التشكيليات في مصر. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا وسهلا يا حضرتك. انا متشكره جدا يا معالي الوزيره. ايه ده؟ وزيرة؟ ايوه، الوزيرة حكمة ابو زيد، اول امرأة تتولى منصب وزيرة. الله يا ست. انا الست. أيوة. تحب احلف لك؟ اسمع. غدا القاك يا خوف فؤادي من غادي. الله يا ست. شفت؟ ايوه. في الواقع مفيش أجمل من صوت الست. مفيش أجمل من صوتك أنت. أنت عارف يا صبحي دي مين؟ مين؟ دي الأستاذة صفية المهندس. أم الإذاعيين. إيه ده؟ أم الإذاعيين وأم المصريين. أيوه أيوه. برافو يا صبحي. ولو جولك في الامتحان اعرف هتفتكرهم إزاي. الاتنين اسمهم صفية. الاتنين اسمهم إيه؟ اتنين صفية. برافو يا صبحي. أيوه. برافو يا صبحي. مين بقى اللي بتذاكر لك؟ ثانية يا جماعة ما توترونيش. طيب انت برضو ما افتكرتنيش. دي اللي بنغني لها بتسلينا وتوعينا وتنادي كمان اسامينا. ابلا ابلا فضيلة. لا ده احنا كده نشرب اللبن بقى. لا لبن ايه؟ ما بحبش اللبن. لا ده مهم جدا جدا عشان تفتكر المعلومات. لا لا ما فيش وقت. ما فيش وقت خالص. الوقت بيفوت. الوقت بيفوت. سميرة، سهير، درية، روزة، اتفضلوا اتفضلوا. بص يا ابني. ايوه يا فندم. المنهج كتير بس مفيش مستحيل. ركز معايا. ماشي. اول واحدة هناك دي اسمها روزة اليوسف. اسمها ايه؟ روزة اليوسف. واحدة من اهم رائدات الصحافة في مصر. اكتب اهو. ركز معايا. بصي دي بقى يا سيدي درية شفيق. اسمها ايه؟ درية شفيق. هي دي اللي دخلت في الدستور حق المرأة المصرية في الانتخاب. ايوه ايوه صح. خلاص ركز معايا. ايوه ركز. أيوه. شايف دي اسمها سهير القلماوي، اول فتاة تلتحق بالجامعة وتحصل على درجة دكتوراه. درجة ايه؟ دكتوراه. برافو عليك. الدكتوراه. افتكر بقى بالدكتوراه. دي الدكتورة سميرة موسى، عالمة، وهي اللي أسست هيئة الطاقة الذرية. الله. ماشي خلاص. بس أنا متوتر جدا. ما تتوترش. اكتب يلا. اكتب ايه؟ هدى شعراوي، فيزا النبراوي، نطيلة راشد، أمينة رزق، نيفرتيتي، أمينة السعيد، أبلة نظيرة، نبوية موسى، فاتن حمامة، لطيفة زيات، شادية، فايدة كامل. انت بجد ما تعرفنيش؟ مع حضرتك احنا بنذاكر اهو. اعمل ايه تاني؟ طيب واحدة 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 واحدة. ايوه اهو حضرتك واحدة واحدة ان شاء اسمع الله. اسمع بقى يا صبحي. نعم. خلاص الوقت ابتدى يفوت وعصمت زمانها جاية. صح. وانت لازم تفتكر كل اللي احنا ذاكرناهولك. حاضر. وما تتوترش. حاضر. واهم حاجة تفطر كويس. حاضر. وتركز في كل المعلومات. حاضر. وتحافظ على اناقتك. حاضر. خليك واثق في نفسك. حاضر. وارفع راسنا. حاضر. اوعى تكسفنا يا صبحي. لا حاضر. صبحي. امر مولاتي حتشبسوت. يظهر طلبت فيك المذاكرة يا صبحي. شكرا يا فندم. صبحي. ايوه يا فندم. قول ورايا. رب اشرح لي صدري
رب اشرح لي صدري ويسر لي امري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يفقه قولي. صحيح تعيش بنت مصر. تعيش تعيش بنت مصر تعيش في كل عصر دي رمز للقيادة والسعادة والشرف تعيش رمز حر تعيش تعيش بنت مصر تعيش في كل عصر دي رمز للقيادة والسعادة والشرف تعيش رمز حر تعيش اللي ربت واللي حاربت واللي وفت دين بلادها بالعمل تعيش اللي شالت فوق كتفها المسؤولية بدون ما تشكي أو تمل تعيش زرع غيطة ورفع صوتها تلبي لو في يوم ناديتها مصر تعيش تعيش بنت مصر تعيش في كل عصر دي رمز للقيادة والسعادة والشرف تعيش رمز حر تعيش ألف مرة في الجناين زرع زهرة في الألم صمدة بصاب حنعيش بفخر تعيش بنت بلدي تعيش بحجمة تهدي ودايما قلبي يدي كل ناس انا توضع تعيش تعيش بنت مصر تعيش في كل عصر دي رمز للقيادة والسعادة والشرف تعيش رمز حر تعيش بنت مصر تعيش في كل عصر دي رمز للقيادة والسعادة والشرف تعيش رمز حر تعيش رمز حر تعيش رمز حر تعيش بنت مصر كل عصر دي رمز للقيادة والسعادة والشرف تعيش رمز حر تعيش تعيش بنت مصر تعيش في كل عصر دي رمز للقيادة والسعادة والشرف تعيش رمز حر تعيش اللي ربت واللي حاربت واللي وفت دين بلادها بالعمل مسؤولية بدون ما تشكي أو تمل تعيش صينة بيتة تعيش زرع غيطة ورفع صوتها تلبي لو في يوم ناديتها مصر تعيش تعيش بنت مصر تعيش في كل عصر دي رمز للقيادة والسعادة والشرف تعيش رمز حر تعيش ألف مرة في الجناين زرع زهرة في الألم صمدة